اتكلمنا المرة السابقة عن الرايتس أو الحقوق اللي موجودة في الكنديان سيتيزنشيب. نراجع الحلقة السابقة هنلاقي فيها الحقوق اللي احنا ذكرناها والتدرج بتاع القوانين والدستور الكندي. فزي ما في حقوق في responsibilities أو في مسؤوليات، فده اللي هنبدأ فيه نتكلم عليه اليوم، اللي هي citizenship responsibilities. responsibilities يعني مسؤوليات، citizenship الجنسية، يبقى مسؤوليات الجنسية. in Canada rights come with responsibilities, these include. في كندا الحقوق تأتي مع واجبات، يعني زي ما ليك حقوق rights عليك كمان واجبات أو مسؤوليات responsibilities دي للجنسية الكندية. إيه طيب هي الـ responsibilities بتاعت الجنسية الكندية؟ أول حاجة برضو هتعرف بس رؤوس الباراجرافز دي أو القطعة، مش لازم تحفظ يعني. أول حاجة obeying the law، وده يعني بالعقل، يعني إن أنت تمشي ورا القانون أو تطيع القوانين. taking responsibility for oneself and one's family، يعني تاخد مسؤولية نفسك وتشيل مسؤولية حالك وتشيل مسؤولية أسرتك. serving on jury، جيري ده زي لجنة بتبقى اللي هي هيئة المحلفين في القضاء، يعني دي بيبقى حاجة إلزامية بتتبعت للناس أو الكنديين، يجي يقول له تعالى يعني اقعد أو اجلس في جلسة المحلفين أو هيئة المحلفين في المحكمة، ودي بتبقى نادرة وما بتحصلش كتير، يعني اللي متعود يشوف أفلام أجنبي أو كذا في اللي هي اسمها هيئة المحلفين، بيبقى مجموعة من المدنيين بيقعدوا في محكمة وبيتاخد رأيهم في القضايا يعني، وبتبقى لفترة معينة، ودي خدمة إلزامية، فدي اسمها serving on a jury. طيب voting in elections، التصويت في الانتخابات. helping others in community، مساعدة الآخرين في المجتمع أو البيئة المحيطة. protecting and enjoying our heritage and environment، يبقى حماية البيئة والتمتع بميراثنا والبيئة بتاعتنا. طيب خلينا بقى ناخدهم واحدة واحدة. يبقى احنا زي ما قلنا في، زي ما في الكندا الجنسية الكندية في rights، زي ما ليك حقوق عليك واجبات أو مسؤوليات responsibilities. طيب ايه هي responsibilities دي؟ obeying the law، ان انت تطيع القانون أو تتبع القوانين. one of Canada's founding principles، يعني المبادئ. طيب founding يعني التأسيسية، يعني واحدة one من المبادئ التأسيسية، founding التأسيسية principles مبادئ في كندا is the rule of law، يعني حكم القانون، يعني زي تطبيق القانون بيتطبق على الكل. individuals and governments are regulated by laws، الأفراد individuals أفراد، governments حكومات are regulated، يعني يتم مثلا السيطرة أو تنظيمهم، يعني ينظموا بـ laws يعني قوانين، and not by arbitrary action، وليس بأفعال اختيارية، يعني ما ينفعش تعمل حاجة بمزاجك، كل حاجة مكتوبة بقوانين ومكتوبة ومحفوظة في ورق وقوانين. no person or group is above the law، ما فيش شخص أو مجموعة فوق القانون. تمام، يبقى أول حاجة obeying the law، أنت اللي تعرفه إيه من الموضوع ده obeying the law. تمام، طبعا ممكن حاجات بقى indirect، يعني ممكن يجي يقول لك مثلا prime minister is above the law، no، يعني ما فيش one، no one is above the law، ما فيش حد فوق القانون. تمام، طيب taking responsibility for oneself and one's family، يعني تشيل مسؤولية responsibility oneself يعني نفسك، one's family عائلتك، يعني تشيل مسؤولية نفسك وعائلتك. طيب getting a job يعني الحصول على وظيفة، taking care of one's family يعني الاعتناء، taking care الاعتناء ب one's family بعائلتك، and working hard in keeping with one's abilities are important Canadian values. طيب وانك تعمل بجد عشان تعيش مع اهلك وتساعدهم، دي important يعني مهمة، Canadian values قيم كندية، دي قيم كندية مهمة اللي هي الأسرة. work contributes to personal dignity and self-respect. طيب work يعني الشغل أو العمل، contributes يساهم في to personal dignity، dignity يعني كرامة، personal يعني شخصية، يعني لما بتشتغل بتزيد كرامتك الشخصية و self-respect واحترامك لذاتك.
and to Canada's prosperity، وكمان عملك يساهم أو العمل يساهم في رخاء كندا. يعني ده اللي أنا شايفه، ده إن هنا كلها كلام حشو. يعني prosperity يعني رخاء أو تقدم، تمام. dignity يعني كرامة، personal شخصية، respect يعني احترام، contributes يعني يساهم فيه. طيب serving on a jury يعني الخدمة في هيئة المحلفين، jury يعني هيئة المحلفين. when called to do so يعني لما يكلموك أو يبعتوا لك عشان تعمل كده، you are legally required to serve. يبقى دي حاجة mandatory، مش بمزاجك، ما ينفعش تقول اه أو لا، it's like legally required to serve. يبقى ده important. يعني ممكن يقول لك مثلا سؤال يقول لك هل الجيري مثلا أو هيئة المحلفين خدمة إلزامية ولا خدمة مثلا أوبشن اختيارية؟ لا، you are legally required to serve. تمام. Serving on a jury is a privilege that makes the justice system work as it depends on impartial juries made up of citizens. طيب يعني الخدمة serving on، الخدمة on jury هيئة المحلفين is a privilege that makes the justice system work. طيب هي ميزة بتخلي justice يعني العدالة، system نظام، يبقى بتخلي نظام العدالة work يشتغل as it depends on impartial juries made up of citizens. لا يعني بتخلي نظام العدالة يعتمد على depends، يعتمد على محلفين من المواطنين. فده بيخلي يعني زي ما تقول نظام القضاء نظام شفاف، لأن في مواطنين بيساهموا فيه وفي اتخاذ القرارات وفي المحكمة. طيب يبقى اللي انت تعرفه من الموضوع القطعة دي ايه؟ ان serving on a jury يعني الخدمة في هيئة المحلفين إلزامية. يعني لو حد كلمك، طبعا مش كل واحد لازم يخدم في الجيري، بس لو when called to do so، لو حد كلمك، يعني لو كندا بعتت لك قالت لك تعالى اعمل serve on a jury، you are legally required to serve. تمام. دي تالت حاجة. يبقى ال Canadian responsibilities to be a Canadian citizen في كذا responsibility، وأول واحدة obeying the law يعني طاعة القانون أو التزام بالقانون. تاني واحدة taking responsibility for oneself and one's family يعني تحمل مسؤوليتك الشخصية ومسؤولية عائلتك. تالت حاجة serving on a jury الخدمة في هيئة المحلفين، وقلنا إنها خدمة إلزامية، you are required to serve. طيب رقم ثلاثة voting in elections، رقم أربعة sorry voting in elections يعني التصويت في الانتخابات. the right to vote comes with responsibility to vote in federal, provincial or territorial and local elections. طيب يعني إن حقك في التصويت يجي بمسؤوليتك، يعني انت يعني الجنسيه الكنديه اعطتك الحق ان انت تصوت في الانتخابات، فلازم تمارس حقك ده، ودي مسؤوليه عليك انك تمارس حقك في ان انت تصوت في الانتخابات. طيب ايه الانتخابات؟ عندنا فيدرال، انتخابات اللي هي كندا كلها زي انتخابات برايم مينستر جاستن ترودو مثلا، بروفينشال يعني انتخابات جوه البروفينس بس، وده هناخدها بعدين، تريتوريال في المقاطعات او local elections. يعني دي هناخدها قدام في النظام السياسي، فعشان كده يعني ممكن ما نكونش محتاجينها دلوقتي، فهي بس voting in elections. طيب رقم خمسة helping others in the community which makes sense، ان انت تساعد الناس في المجتمع بتاعك، ان انت تعمل volunteering يعني تعمل تطوع. نقرا بيقولوا ايه، millions of volunteers زي ما احنا قلنا اهو المتطوعين volunteers freely donate their time، بكامل حريتهم freely donate يتبرعوا their time بوقتهم to help others without pay، ليساعدوا help others الاخرين without بدون pay يعني بدون اجر. helping people in need, assisting at your child's school, volunteering at a food bank or other charity, or encouraging newcomers to integrate. طيب دي أشكال الـ volunteering. يبقى اللي هي إيه؟ helping people in need، مساعدة الناس المحتاجين اللي هم in need, assisting at your child's school يعني assisting يعني مساعدة في مدرسة ابنك،
volunteering at a food bank يعني التطوع في بنك الطعام food bank or other charity أو أي جمعية خيرية أخرى or encouraging تشجيع newcomers to integrate القادمين الجدد newcomers to integrate إن هم يندمجوا في المجتمع. طيب volunteering is an excellent way to gain useful skills and develop friends and contacts. طيب volunteering يعني التطوع excellent way يعني طريقة ممتازة excellent يعني ممتاز way طريقة to gain useful skill إن أنت gain يعني تكتسب useful يعني مفيدة skills يعني skills يعني أدوات ليك أو مهارات يعني skills يعني مهارات and develop friends and contacts وإن أنت تطور صداقات ومعارف. فبرضو كلام عام جدا وهو برضو يعني helping others in community ممكن بس نعمل highlight على volunteers يعني المتطوعين أو التطوع volunteering يعني دي بس الباسوردز أو الكلمات المهمة في القطعة دي. طيب رقم 6 من ال responsibilities بتاعت الجنسية أو الجنسية الكندية إنك protecting and enjoying our heritage and environment. طيب protecting يعني حماية enjoying يعني الاستمتاع بالheritage heritage يعني ميراث environment يعني البيئة يعني إن أنت protecting environment we can say يعني protecting environment إن أنت بتحمي البيئة طبعا يعني ده شيء طبيعي تهتم بالحدائق زي ما نشوف كده every citizens كل مواطن every citizen كل مواطن has a role عنده دور to play in avoiding waste يعني عندك دور تلعبه بأن أنت avoiding تتجنب waste المخلفات and pollution يعني التلوث while protecting Canada's natural يعني في ويعني حين يعني حماية أو لحماية الطبيعة في كندا يعني أنت رايح بارك رايح حديقة رايح مكان منتزه avoiding waste يعني تجنب avoiding waste المخلفات and pollution يعني التلوث في ال protecting Canada's natural يعني cultural architectural heritage for future generations طيب natural يعني الطبيعية cultural يعني الثقافية architectural يعني المعمارية architectural معمارية heritage ميراث for future generations future يعني مستقبلي generations يعني الأجيال يعني برضو كلام عام انت المهم ان انت تحافظ على البيئة protecting and enjoying our heritage ميراثنا and environment ليه عشان future generation future يعني المستقبل generations يعني الأجيال القادمة. طيب فهي دي ال responsibilities أو المسؤوليات للجنسية الكندية زي ما قلنا أنت ليك rights ليك واجبات وزي ما ليك واجبات عليك مسؤوليات اللي هم إيه تاني obeying the law طاعة القانون taking responsibility for oneself and one's family إنك تشيل مسؤولية حالك وعائلتك serving on a jury هيئة المحلفين وعرفنا إنها legally required to serve once called يعني لما يكلموك أو يبعتوا لك you are legally required to serve دي مش اختيارية it's a legal requirement يعني متطلب قانوني ليس اختياري. طيب رقم 4 voting in elections التصويت في الانتخابات رقم 5 helping others in the community يعني مساعدة الآخرين في المجتمع by volunteers and volunteering يعني التطوع رقم 6 protecting and enjoying our heritage and environment يعني حماية والاستمتاع بميراثنا والبيئة protecting environment يعني فدول 6 حاجات في responsibilities للجنسية الكندية. طيب defending Canada الدفاع عن كندا there is no compulsory military service in Canada دي بس هي الحاجة المهمة إن الجيش أو الخدمة أو التجنيد في كندا غير إلزامي يعني no compulsory military service in Canada no compulsory يعني ليس إلزاميا في كندا يبقى خدمة أو military service is not compulsory ليست إلزامية يبقى compulsory إلزامي no يعني ليس يبقى ليست إلزامية يعني اختيارية مفيش سن معين لازم تدخل الجيش أو التجنيد مفيش هي اختيارية.
However, serving in the regular Canadian forces, Canadian forces يعني القوات الكندية، القوات الكندية. ومع ذلك however serving يعني الخدمة في القوات forces Canadian الكندية regular النظامية، اللي هم إيه؟ Navy, Army, Air Force يعني البحرية، Army اللي هو المشاة، Air Force الجوية. is a noble way to contribute to Canada، يعني noble way يعني طريقة مثالية to contribute، إن أنت تساهم أو تبني يعني كندا. and an excellent career choice، واختيار وظيفي career choice ممتاز، أو excellent يعني ممتاز، اختيار وظيفي ممتاز. طيب وده الموقع يعني www.forces.ca. طيب you can serve in your local part-time navy، يمكنك الخدمة في جزئيا يعني بارت تايم في الأسطول نيفي أو ميليشيا أو اللي هي الهيئات المسلحة، and air reserves أو المطارات الحربية أو المناطق الجوية، مناطق بتاع القوات الجوية، and gain valuable experience، وتكتسب خبرة قيمة، valuable يعني قيمة، skills مهارات، and contacts يعني علاقات. طيب كل ده برضو يعني كلام حشو. يبقى الخطوة أو المعلومة الأساسية اللي احنا لازم نعرفها إن no compulsory military service in Canada، يعني إن الخدمة التجنيد أو الجيش في كندا مش إلزامية، ليست إلزامية، it's no compulsory military service in Canada. تمام، ولكن هو بيقول لك لو انت اخترت ان انت تقدم، تروح للموقع ده وتقدم على اي خدمة او اي قوات من القوات ديت اللي هي البحرية او الجوية او المشاة، وبتاخدها كشغل يعني، وطبعا ده في خدمة للبلد وخدمة لكندا. طيب الحاجة التانية بيقول لك ان young people الشباب can learn discipline، discipline يعني الالتزام، discipline يعني الالتزام، سي هنا ما تنطقش، هتقول discipline، responsibility يعني المسؤولية، and skills مهارات، by getting involved in the cadets. طيب ايه الكادتس؟ الكادتس ده زي وحدات تدريبية او الجيش للشباب، يعني طبعا سن الشباب اللي هو سن الصغير يعني ما بيستحملش يعني، او مش ما بيستحملش يعني، ما بيدخلش الخدمة الرئيسية او الريجولر النظامية، فليهم حاجة اسمها كادتس. كادتس دي زي خدمة للجيش بس للشباب. طيب you may also serve in the coast guard. طيب ايه الكوست جارد؟ انت ممكن برضو تشترك في حرس السواحل او خفر السواحل، or emergency services لخدمة الطوارئ in your community في المجتمع او المكان بتاعك، such as police force، police force اللي هي قوات البوليس او الشرطة، fire department او القوات بتاعت الاطفاء، اطفائية. by helping to protect your community you follow in the footsteps of Canadians before you who made sacrifices in the service of our country. طيب بالمساعدة helping to protect لحماية your community مجتمعك، you follow in the footsteps أنت تتبع في خطوات الأقدام of Canadians للكنديين before you اللي جم قبلك who made sacrifices واللي ضحوا، sacrifices يعني تضحيات، made يعني عملوا تضحيات in the service of our country لخدمة، service خدمة our country بلدنا. طيب فيعني دي المعلومة الرئيسية من defending Canada أو الدفاع عن كندا، إن مفيش خدمة إلزامية يعني no compulsory military service in Canada، مفيش أو لا يوجد خدمة إلزامية في كندا، وفي حاجة اسمها cadets للشباب، دي زي خدمات في الجيش يعني. طيب وقبلها قلنا responsibilities، 6 نقط لازم نكون عارفينهم بتاعت الجنسية، obeying the law طاعة القانون، taking responsibility for oneself and one's family تحمل مسؤولية نفسك وعائلتك، serving on a jury الخدمة في هيئة المحلفين وهي legally required يعني ده إلزام قانوني لو اتطلبت لي، voting in elections التصويت في الانتخابات، helping other in the community مساعدة الآخرين في المجتمع بالvolunteering التطوع، protecting and enjoying our heritage and environment يعني حماية البيئة.
و Defending Canada no compulsory military service in Canada، مفيش خدمة إلزامية للجيش في كندا. تمام، ودي كانت صفحة 9، وإن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة.